أشاد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بأهداف برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية التي ترتكز على انتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة من الجهة الحكومية، والذي يعكس رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لخلق كوادر وطنية قيادية مؤهلة للمشاركة في تطوير وتنمية نهضة المملكة. جاء ذلك لدى لقاء سعادة وزير المواصلات والاتصالات مع منتسبي برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، مشيرا سعادته إلى أن هذا البرنامج يتواءم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويمثل سبقا آخر في تأهيل جيل قادر على التطوير والابتكار، ما يؤكد حرص البحرين على مواصلة الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق مختلف أوجه التنمية، والتي تنبثق عن إيمان راسخ من القيادة الحكيمة بأن الثروة الحقيقية هي العنصر البشري الذي يساهم في التطوير وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، معربا عن ثقته التامة في استمرارية نجاح هذا البرنامج في صقل وتطوير الكفاءات البحرينية. وقدم سعادة الوزير شرحا مفصلا حول طبيعة عمل وزارة المواصلات والاتصالات، وعن أهم مشاريع الوزارة قيد التنفيذ والمشاريع المستقبلية التي من شأنها أن تساهم في إحداث نقلة نوعية لمملكة البحرين في مجال النقل والاتصالات. كما تطرق سعادة الوزير إلى البرامج الممولة كالتحليق وأجواء، والذي تقوم بتنفيذه شركة مطار البحرين بالتعاون مع تمكين. أنا اليوم كنت سعيد أني ألتقي مع الشباب والشابات في برنامج تنمية الكوادر التابع لمكتب النائب الأول لمجلس الوزراء. طبعا أعتقد هذه البرامج من أحد البرامج المهمة في البحرين، حق حكومة البحرين، حضرين الشباب والشابات تعرفون على تجارب مختلفة في وزارات الدولة، الالتقاء بمختلف الوزراء، يعرفون السياسات والبرامج اللي يقومون فيها الوزارات، وأعتقد هذه كلها بنمي مهاراتهم ومعرفتهم، حيث أنهم إذا أرجعوا حق أماكنهم في عملهم في الوزارات وفي الهيئات راح يقدمون عمل أكثر متكامل مع الجهات الثانية، وأعتقد أنهم أيضا بيكونون يساعدون زملائهم اللي يعملون معهم على معرفة شنو تكون في الحكومة في مختلف المجالات في مختلف الوزارات، في الأخير كل هذه لصالح المواطن. أعتقد متى ما كان عندنا كوادر بشرية مؤهلة عندها المعرفة والخبرة راح ينعكس على المواطن، ينعكس على الخدمات الحكومية المقدمة للناس.